ماذا وراء أصوات تصحيح العلاقة مع التحالف من داخل الشرعية؟ هل هي أصوات جادة أم لذر الرماد على العيون وتبرير الفشل المشترك؟ وما المواقف والخطوات القادمة في حال لم يسمع لهذه الأصوات ولم تصحح العلاقة مع التحالف؟ أهلا بكم. بين فترة وأخرى تظهر أصوات معارضة لسلوك التحالف من داخل صفوف الحكومة الشرعية. مؤخراً ظهرت هذه الأصوات أكثر وضوحاً وحدية لوزراء الشرعية المطالبين بإصلاح العلاقة مع التحالف على أساس الأهداف المشتركة. نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري دعا إلى ضرورة تصحيح العلاقة بين الحكومة اليمنية ودول التحالف العربي، وقال إن الشراكة مع دول التحالف العربي جاءت في إطار الحرب ضد الإنقلابيين الحوثيين ولم تكن شراكة في إدارة المحافظات المحررة. أما وزير النقل صالح الجواني فقد اتهم في تغريدة له التحالف بعدم منح الحكومة لتصريح عبور طائرات الخطوط اليمنية لنقل آلاف العالقين في الخارج، فيما اتهم وزير الدولة عبد الغني جميل دولة الإمارات بتصفية معارضيها تحت ذرائع متعددة. ما هي أسباب ارتفاع هذه الأصوات موسمياً ثم عودتها للصمت مرة أخرى؟ ولماذا يصمت الرئيس هادي ورئيس حكومته عن هذه الاختلالات؟ العلاقة بين الشرعية صاحبة السيادة والقرار اليمني وبين التحالف الذي تدخل من أجل دعمها ومساندتها تبدو أكثر تعقيداً في ظل تنازع الأدوار والصلاحيات والصراع من أجل الحضور، فيما يمضي التحالف بعيداً عن ما أتى من أجله بتحرير الأرض من الإنقلابيين، ويذهب لتعطيل جبهات التحرير وتقليص الدعم لجبهات الجيش والمقاومة التي تتساقط مواقعها في أيدي الإنقلابيين واحدة تلو الأخرى أمام مرأى الجميع. ترك التحالف مواجهة الإنقلابيين وتفرغ لتنفيذ أجنداته وأطماعه في المناطق المحررة وتقويض حضور الشرعية، ومع كل يوم يمر دون إصلاح العلاقة تخسر الشرعية من نفوذها وحضورها لصالح التشكيلات الموازية والميليشيات العسكرية التي يدعمها التحالف. اختلال أظهر أصواتا مناوئة لسلوك التحالف من داخل الشرعية تطالب بإصلاح العلاقة وإعادة ترسيم الأدوار. شراكتنا في الحرب على المنتهي، وليست الشراكة في إدارة المناطق المحررة. نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري دعا إلى ضرورة تصحيح العلاقة بين الحكومة والتحالف، وقال الميسري خلال كلمته في لقاء عدن التشاوري الأول إن الشراكة مع دول التحالف جاءت في إطار الحرب ضد الإنقلابيين ولم تكن شراكة في إدارة المحافظات المحررة. ولفت الميسري إلى أن اليمن قد تكون دولة ضعيفة لكنها ما زالت دولة، تمرض لكنها لا تموت. لكن بوجود أجهزة موازية لأجهزة الجيش وأجهزة الأمن في هذه المناطق، بوجود حوامل سياسية تم إنشائها مثل ما يسمى بالمجلس الانتقالي في عدن، يعني هذا أدخل الوضع في شيء من التشوش وعدم الوضوح. ذلك وزير النقل صالح الجبواني هو الآخر أبدى امتعاضه من العلاقة مع التحالف الذي تضاعف إجراءاته معاناة اليمنيين، متهما إياه بعدم منح الحكومة تصريح عبور طائرات اليمنية لنقل آلاف المواطنين العالقين في الخارج. وطالب في تغريدة له التحالف بزيادة عدد رحلاتها، مشيرا إلى أن الطيران اليمني بات غير قادر على نقل اليمنيين بسبب تقليص التحالف لعدد رحلاته الجوية. استياء قيادات الشرعية من العلاقة مع التحالف تعدى ذلك إلى اتهامها بتصفية الخصوم، كما جاء في اتهام وزير الدولة عبد الغني جميل الذي قال إن الإمارات تتعامل مع من يعارضها إما بالإقالة أو منع الدخول من عدن، وربما يتطور الأمر إلى التصفية تحت ذرائع متعددة. تصعيد ومكاشفة لقيادات الشرعية ضد ممارسات التحالف وتضييقه على اليمنيين، هل ينتهي بها المطاف هذه المرة إلى إجراء خطوات تصحيحية حقيقية
في العلاقة بين الطرفين، أم يعاود قادة الشرعية صمتهم وتمضي دول التحالف في أجنداتها على حساب ثوابت وسيادة اليمن؟ إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا المحلل السياسي ياسين التميمي هنا في الاستوديو، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. بداية مساء الخير أستاذ ياسين. أسعد الله مساءك يا أخت آسيا، ورمضان كريم ومبارك عليك وعلى المشاهدين جميعا. علينا وعليكم إن شاء الله. أستاذ ياسين، كيف تابعت تصريحات الميسري والجبواني خلال اليومين الماضيين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذه التصريحات ليست جديدة، ولكن نبرتها مرتفعة قليلا، وأيضا تأتي بعد يعني دورات من تصعيد العلاقة وسوء العلاقة، وكنا دائما نأمل بأن يعني الدورات السابقة من المواجهة المعلنة بين السلطة الشرعية والتحالف بذات الإمارات يمكن أن في نهاية المطاف يخلق مستويات مشتركة من التعاون التي تتفق مع طبيعة التحديات التي يواجهها كل الأطراف بطبيعة الحال بما فيها السلطة الشرعية والتحالف. لكن نحن أمام مرحلة جديدة في حقيقة الأمر، لم يعد هذا التحالف معنيا بدعم الشرعية ولا باستعادة الدولة ولا بحفظ كيان هذه الدولة وأمنها واستقرارها. المشاريع السياسية المرتبطة بطموحات التحالف باتت خطيرة جدا، وتتماثل أو ربما تفوق في خطورتها نزعة الحوثيين الإنقلابيين ومن يساندهم للاستئثار بالسلطة. هناك مخططات لتفكيك اليمن لم تعد خافية على أحد، وهذه التصريحات التي تصدر عن وزراء في الحكومة أنا أعتقد أنها تظل متواضعة قياسا بحجم التحديات التي تواجهها السلطة الشرعية والدولة اليمنية والشعب اليمني من مؤامرة خطيرة جدا. نحن اليوم أمام هدوء يعني مريب في جبهات رئيسية، نحن أمام مخططات لتثبيط معنويات الجيش الوطني ومنعه من خوض معركة الحسم مع ما يفترض أنه انقلاب يتعين هزيمته بكل المستويات. هناك يعني محاولة اليوم لمنع عودة السلطة الشرعية برموزها الكبيرة مثل الرئيس ونائبه، وهذه العودة بطبيعة الحال الجزئية لبعض وزراء الحكومة ولرئيس الحكومة إلى عدن هي عودة مشروطة بعدم الخوض في الجانب السياسي وفي الجانب السيادي، وهذه مسألة غير مقبولة من الشعب اليمني. صحيح أن رئيس الوزراء اليوم وبعض وزرائه في عدن لا يتعرضون للخطر في مقابل أنهم يقومون بتصريف أعمال لها علاقة بصرف المرتبات، هذا لا يحقق طموحات الشعب اليمني وليس نتاج طبيعي ومنطقي لأربع سنوات من الحرب دفع الشعب اليمني ثمنها غاليا. يعني اليوم إذا التحالف يعتقد أنه يخسر على الساحة اليمنية أو أنه جاء لدعم السلطة الشرعية، نحن نقوله بعد أربع سنوات من الحرب والحصار وهذه السيطرة الكاملة على الأرض والجو والبحر، ما هو مقابلها تحديدا؟ نحن كشعب اليمني دفعنا ثمن باهظ جدا، تشريد الملايين، قتل لا يتوقف للأطفال، حصار، يعني السلطة الشرعية تقلص نفوذها إلى حد كبير، الشعب اليمني لا يجد حرية في الحركة داخل الأراضي اليمنية، هناك استهداف لكل ما له علاقة بمشروع الدولة الوطنية، سواء تمثل ذلك في إرادة مسؤول حكومي أو إرادة مسؤول حزبي أو إرادة ناشط مستقل أو إلى ذلك من الإرادات. هناك حصار على المستوى الإعلامي، على المستوى الديمقراطي، هناك تقييد لحرية الرأي. نحن أمام يعني مستوى غير مسبوق من الشمولية والديكتاتورية تمارسها هذه الدول وبالذات الإمارات العربية المتحدة التي تعتبر مخلب القط أو الأيدي القذرة التي من خلالها تنفذ مخططات تفكيك هذه الدولة اليمنية، ونحن نسكت. يعني وأنا أعتقد أن المسؤولين الحكوميين عليهم أن يتبنوا نفس الموقف الذي يتبناه وزير الداخلية اليوم، ويتبناه وزير النقل، ويتبناه وزراء آخرون، ويتحول إلى منهج وطني في حقيقة الأمر في مواجهة هذه التحديات التي ليست هزلية، التي أنا أعتقد أنه الاستمرار اليوم في الخوض في صراعات جانبية بين القوى السياسية التي تبرر هذا النوع من المخططات الخطيرة جدا ضد كيان الدولة لم يعد مقبول من جانب القوى السياسية. لكن ألا تجد أن هذه التصريحات يعني تعد شبه موسمية؟ يعني صح لي هذه التسمية، يعني كل فترة نسمع وزير أو مسؤول حكومي يرفع صوته ضد التحالف أو ضد الإمارات، ثم
يسكت تماما وتمر أحداث كثيرة ولا نسمع له أي تعليق حول تلك الأحداث، ثم فجأة يظهر، لدرجة أن يعني البعض يقول بأن يعني مجرد مصالح شخصية لما يتحدث فقط في بعض النقاط ويترك يعني أو بعض المواقف ويترك بعضها. في تقديري أن الوزراء اليوم الذين يواجهون مخططات الإمارات والتحالف تجاوزوا مرحلة الصفقات السرية، لكن أيضا الأمر مرتبط بالأداء السيء للقيادة الشرعية. للأسف الشديد الرئيس عبد الرب منصور هادي دائما يتحرك أو يحرك المحسوبين عليه في دورات المواجهة هذه مع التحالف، كلما شعر بخطورة الترتيبات التي تستهدف شخصيا وتستهدف دوره وتستهدف موقعه الرئاسي. خلال الفترة الماضية رأينا أن هناك تقدم للحوثيين في بعض الجبهات، تقدم غير منطقي غير واقعي ولا يمكن فهمه. رأينا الإمارات تعقد صفقة سياسية مع الحوثيين ويعقد اجتماع للجنة الدائمة ويعاد ترتيب الهيئات القيادية، وهذا الأمر منوط بطبيعة الحال بمؤتمر عام يفترض أن يعقده هذا الحزب الذي مات تقريبا ولم يعد له وجود إلا في كنف الحوثيين. هذه الترتيبات يعني عندما يتم انتخاب مثلا أحمد علي عبد الله صالح نائبا لرئيس المؤتمر، وأحمد علي عبد الله صالح في أبو ظبي، والمؤتمر عقد في كنف الحوثيين الذين يعتقدون أن الإمارات أحد أطراف العدوان، ما الذي يفهم من ذلك؟ يفهم من ذلك أن الإمارات يعني تقوم بترتيبات خطيرة جدا على مستويين. المستوى الأول هو أنها تحضر لحامل سياسي، وهذا الحامل السياسي يمكن أن يكون شريك مع الحوثيين خلال المرحلة المقبلة من التسوية. أيضا في 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 المسار الثاني تعمل على تقوية نفوذ المجلس الانتقالي وتدفعه بعيدا في خطوات الخطوات الاستفزازية التي تصطدم مع الدولة اليمنية، مع مشروع الدولة الاتحادية، مع الدولة التي جاءوا أصلا لاستعادتها أو لحمايتها، اللي جاءت الإمارات السعودية لحمايتها. هناك تعطيل في بعض الجبهات، هناك تثبيط لهمام الجيش الوطني، هناك منع وصول أسلحة وإمدادات لبعض الجبهات مما سمح به هذا التقدم الذي رأيناه للحوثيين خصوصا في البيضاء والضالع. هناك حديث صريح وواضح عن تمكين الحوثيين للوصول إلى آخر نقطة فيما يسمى باليمن الشمالي بمحاذاة المحافظات أو الحدود الشطرية للجمهورية اليمن الديمقراطية سابقا، وهذا أمر وهذه الترتيبات تتم برعاية وتمويل كاملين من الإمارات العربية المتحدة. حتى الآن لا يمكن القول أن السعودية شريك يعني كامل ومباشر في هذه الترتيبات. ما يبدو هو أن هناك مشروعين، مشروع سعودي ومشروع إماراتي. المشروع السعودي يدفع باتجاه استعادة مؤسسات الدولة، لكن إلى أي مستوى غير واضح حتى الآن. هناك مشروع إماراتي يدفع باتجاه خلق وقائع جديدة، انفصال إلى آخره، تفكيك اليمن، ضرب مشروع الدولة اليمنية، إنجاز كامل للثورة المضادة بما يعني طي صفحة الربيع اليمني. السعودية بطبيعة الحال لا تصفق للربيع اليمني، السعودية منخرطة بشكل سيء في ترتيبات مواجهة حوامل سياسية وقوى سياسية مثل التجمع اليمني للإصلاح، على الرغم من أن قيادته كلها موجودة في المملكة العربية السعودية. لكن السعودية إذا استمرت تمالئ الإمارات أو على الأقل تسكت عما تقوم به الإمارات، فهذا يعني أنها تحارب نفسها، لأن السعودية ستجد نفسها أمام واقع جيوسياسي مختلف تماما. يعني مستوى التأييد اليوم ينحدر بشكل كبير جدا، الذي كان يحظى به التحالف طبعا وتدخله العسكري يتدنى الى ادنى المستويات. سيتحول هذا الموقف الجماهيري العريض للشعب اليمني الى حاله من العداء المبرر تجاه المملكه العربيه السعوديه، ما قد يسمح ب يعني مستقبل سيء جدا للمملكه العربيه السعوديه، على الاقل على صعيد علاقتها مع بلد لا يمكن التنبؤ بمصيره السياسي أو بوضعه الأمني خلال الفترة المقبلة. إذا اعتقدت الإمارات السعودية أنها تتحكم بالملف اليمني فهذا خطأ كبير جدا، لأن هناك قوى تتخلق، هناك رأي عام يتشكل، هناك كتلة وطنية تلتحم أكثر فأكثر وتعي أكثر فأكثر طبيعة ومخاطر والمخاطر التي يحملها تدخل التحالف العربي وانحرافاته التي لا يمكن احتمالها. هذه الكتلة بطبيعة الحال هي التي ستكون الحامل السياسي وهي التي ستحرك القوة الوطنية الجبارة التي ربما تقلب الطاولة وتخلق وقائع جديدة على الأرض.
نعم، إذا اسمح لنا أستاذ ياسين أن ينضم معنا معالي الوزير صالح الجبواني وزير النقل عبر الهاتف من القاهرة. مساء الخير معالي الوزير صالح. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بك. بخصوص تصريحاتك معالي الوزير عبر تويتر والتي تحدثت فيها عن منع التحالف لطيران اليمنية أو إعطائه تصاريح لأكثر من رحلة، وأنكم تودون نقل العديد من العالقين خارج البلاد، ما هو تفسيرك لهذا المنع؟ نحن نحصل على 5 تراخيص يوميا للطائرات اليمنية التي تذهب إلى مختلف البلدان، لكن هذا العدد من الرحلات لا يكفينا أبدا، لأنه تجي طائرات صليب الأحمر وطائرات برنامج الغذاء العالمي، طائرات الضباط الأحدود، وتأخذ الرحلات ويتبقى لنا رحلتين. هذه الرحلتين لا تكفي الخطوط الجوية اليمنية، ناهيك عن طيران بلقيس، ناهيك عن طيران السعيدة، ويضعونا في موقف محرج جدا، ذلك ان موظفينا في الهند، في مصر، في البلدان الاخرى يجلسوا ينتظروا اشهر للعوده الى بلادهم. فيعني يصير وضعهم صعب جدا، تنتهي كل الامكانيات التي بين ايديهم، يخرجهم من البيوت، يصبحوا في الان لدينا اعداد كبيره في الهند نحاول ارجاعهم بشتى الطرق. حتى اللحظة نحاول مع التحالف، ولكنهم لا زالوا لم يتجاوبوا معنا، نأمل أن يتجاوبوا. هذا وضع مزري بصراحة. ما هو السبب برأيك أستاذ صالح؟ يعني لماذا يمنع إعطاء تصاريح؟ يعني ما الذي سيخسره إن قدم تصاريح أكثر لمعونة هؤلاء العالقين؟ لا ندري عن السبب أساسا، لماذا نحن طالبنا على الأقل ان تكون لدينا 8-9 رحلات يوميا، او على الاقل الطائرات التابعه للمنظمات الدوليه هذه لا تحسب من النسبه المخصصه لطائراتنا، لكنهم رافضين. وليش هناك سبب واضح لهم؟ يعني يبدو ان الجهاز البيروقراطي الذي يتكون في التحالف متمسك بالحرفيه للاليات التي وضعوها، لكن نحن نعمل ان يصل الصوت الى السياسيين لكي يغيروا هذا الوضع. هذا وضع صار وضع لا يحتمل ولا يطاق في الحقيقه، ونحن نحاول ان نحافظ على جعره معاويه بيننا وبين الاشقاء. يعني نعم، يعني ما هو تعليق مجلس الوزراء والرئاسه ايضا يعني ما يحدث؟ بالتاكيد انت لم تكتب هذه التغريدة إلا بعد أن قدمت محاولات عديدة، ماذا يقول لك في الجانب اليمني؟ الحكومة تبذل جهد، وأنا تواصلت بالأخ وزير الخارجية على أساس أن نوفر بدائل أخرى في لدينا الدول الشقيقة، لو تحدثنا إليهم سوف يأتون لمساعدتنا بتسيير رحلات إلى هذه البلدان. البعض لديه الاستعداد لتسيير رحلات مجانية لإعادة مواطنينا أما إلى عدن، أما إلى طلالة، أما إلى أماكن أقرب إلى اليمن. لكن نحن كما تفهمين منتظرين التجاوب من قبل الأشقاء، لأن الأخوان في الرياض وعدونا أنه سوف يدرسوا الموضوع ويناقشوا مع الأخوان السعوديين، لعل عسى ان يحدث اختراق. الوضع يعني صار مقلق، وضع لا يحتمل، ونحن بصراحه لا نستطيع ان نتحمل اكثر من كذا. نحن ناشدنا الرئيس وتكلمت مع وزير الخارجيه، تكلمت مع بعض المسؤولين الاخرين انه هذا الوضع يجب ان يتغير بصراحه. نعم، إذن سؤال أخير أستاذ صالح، يعني كل فترة وأخرى تظهر مثل هذه التصريحات من قبلكم أو من قبل وزير الداخلية التي يعني تتحدث عن انحراف التحالف عن مساره، وعن أنه أتى لحماية السيادة ودحر الانقلاب، ولكن يعني
يحدث صمت بعد ذلك، هل تجد أن حديثكم هو مؤثر على هذه العلاقة أو لضرورة تصحيح العلاقة بين الشرعية والتحالف؟ هل من مستجيب لما يحدث؟ ربما هم يتجاهلون تصريحاتنا لكي يتعود الناس عليها وتمر مرور الكرام، لكنهم لا يدركوا أننا نعبر عن حالة شعبية رافضة، أننا نعبر عن 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 قيظ الناس وصلوا إلى درجة الانفجار بصراحة. هم إذا لم يسمعوا السمع لنا سيجدوا أنفسهم أمام انفجار شعبي، أمام حالة من التمرد ضد التحالف. هذا الأمر لن يتأخر كثير، نحن لا نريد أن يصل إلى هذه النقطة، لكن الناس الذي تتعرض إلى هذه المعاملات السيئة، إلى البهذلة، إلى الإهانة، هذه المعاملات وصلت إلى درجة الإهانة بصراحة. نعم. فلن يتحملوا كثيرا. نعم. إذن شكرا جزيلا لك أستاذ صالح الجبواني وزير النقل، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. عودة إليك أستاذ ياسين. أستاذ ياسين، يعني بخصوص التصريحات الجبواني والتي بالتأكيد تابعتها وحديثه الآن، يعني ما هو تفسيرك أنت لمنع التحالف لطائرات اليمنية من أخذ التصاريح أكثر؟ يعني ويحدثنا عن 5 تصاريح في اليوم، تذهب 3 منها إلى طائرات الأمم المتحدة. هو طبعا الوزير أحسن عندما أظهر هذه القضية، وضحها للجمهور، لأنها واحدة من المؤشرات المهمة جدا على قياس مدى نفوذ السلطة الشرعية وتأثيرها في مسألة عادية جدا، وهو تسيير الطيران المدني من وإلى اليمن. طبعا الناس كانوا ينتظرون أنه ليس فقط الطيران اليمني المتهالك الذي أسطول محدود، أو طيران السعيدة هو أسطول محدود، طائرتين أو 3 طائرات، هذا لولا باحتياجات يعني 30 مليون نسمة. كانوا يتوقعون أن خطوط دولية تشغل رحلات إلى اليمن، وهذه الخطوط على الأقل في مقدمتها الخطوط الجوية السعودية، الاتحاد، الإماراتية، وخطوط دولية أخرى يمكن أن تشغل رحلات إلى هذه المطارات. لكن هذا يعطي انطباع بأن الإمارات والسعودية وهذا التحالف لا يريدون تطبيع الأوضاع، لا يريدون أن يقدموا صورة على أن الأمور جيدة في اليمن، لا يريدون للحياة أن تعود كما كانت طبيعية في لماذا؟ اليمن. لماذا؟ ما هي الغاية من ذلك؟ الغاية من ذلك هو أنه لديهم ترتيب، واضح أنه لديهم ترتيب. يعني اليوم السلطة الشرعية تبدو وكأنها مطية لمخططاتهم، يعني هم يعني هذه السلطة الشرعية الحالية باسمها يقوم بمهمة خطيرة جدا، الهدف منها هو إعادة ترتيب وضع اليمن بما لا يتفق تماما مع إرادة اليمين واليمنيين ولا طموحاتهم، وبما يصطدم مع ثوابتهم في الوحدة والديمقراطية والاستقلال والحرية إلى آخره من هذه القيم الرائعة التي نضل من أجلها الشعب اليمني، وهي قيم بطبيعة الحال لا تصطدم مع أي دولة أخرى ولا تشكل أي خطورة على أي دولة أخرى. هذه الدولة هي الدولة المثالية التي ينبغي أن تحرص عليها السعودية إذا أرادت أن تقيم شراكة حقيقية مع دولة جارة ومهمة مثل اليمن. لا يريدون للحياة الطبيعية أن تعود، لا يريدون للسلطة الشرعية أن تمارس نفوذها من خلال التسيير والإشراف على عمل سيادي، وهو السيطرة الجوية على والسيطرة على الأجواء اليمنية. هناك عائدات مادية أيضا تتحقق من خلال تحريك خطوط الطيران، يعني الطيران الدولي عندما يصل إلى اليمن سيدفع رسوم، سيكون هناك عائد للسلطة الشرعية، وهذا العائد يمكن أن يستفاد منه في دعم النفقات التشغيلية للدولة. يعني رمزية هذا النوع من النشاط مهم جدا. هم لا يريدون أن يتحول اليمن إلى يمن طبيعي، الحياة تمشي فيه بشكل طبيعي جدا، الناس يذهبون ويأتون بسهولة ويسر. هناك عراقيل توضع أمام مسافرين للاحتياجات الضرورية، إما طلاب أو مرضى أو التحاق بعائلات في الخارج، هؤلاء لكي يصلوا إلى هدفهم النهائي يقطعوا شوط طويل
طويل جدا. نعم. ومعاناه اولا من خلال الانتقال عبر الخطوط البريه الملغمه بالميليشيات المحسوبه على الامارات والتي تقوم باعمال لا انسانيه بطبيعه الحال ضد الشعب اليمني الاعزل والمسالم، او الاتيه من صنعاء الى عدن او الاتيه من صنعاء الى عدن، وهي تمر عبر النقاط المتعدده للميليشيا، ميليشيا الحوثي الانقلابيه الى اخره، ثم الى ان تصل الى وجهتك النهائيه عبر خطوط تتحرك من عدن او من سيئون عليك ان تنتظر ايام، ولا بد ان يكون لديك وساطه. هناك معاناه، هناك امتهان كما قال الوزير وهو محق في ذلك، هناك اذلال للشعب اليمني يمارس من خلال هذه الخدمه التي يفترض كانت انها تكون. نعم. يعني من يتحدث أو من يرتفع صوته مطالبا بالحقوق العادية نجد أن هناك من يهاجمه وكأنه يتحدث عن بلده. يعني بالتأكيد تابعت ردود مستشار محمد بن زايد السابق عبد الخالق عبد الله على تصريحات الميسري، كيف تحدث بأنه جاحد ونأكر للجميل، وبأنه يعيش تحت حماية التحالف أصلا، وأنه ربما يفضل أن يعيش تحت حماية الانقلابيين. ما هو تفسيرك لهؤلاء المسؤولين الإماراتيين وكأن عدن والمناطق المحررة ملكهم وهناك من يحاول التجاوز على ذلك؟ عبد الخالق عبد الله يهدينا يعني ما يغيب عنه، يعني كثير او الكثير منا يغيب عنه العقلية السوداء التي تفكر بها الإمارة تجاه اليمن. هذا هو موقف محمد بن زايد. هو يعتقد أنه جاء لإنقاذ الشعب اليمني، لكن هو اليوم يلحق الأذى بالشعب اليمني أكثر من أي طرف آخر. هو اليوم يمن بأنه يحمي القوة الوحيدة اللي قادرة أن توجه مصير الأحداث في اليمن، وبالتالي هو الذي يمتلك القدرة حتى على معاقبة من يخرجون عن المسار المرسوم، سواء كانوا وزراء أو مهما كانت مستوياتهم، حتى رئيس الجمهورية. طبعا هذا الأمر ما كان له أن يتم لو لم يتم التفريط بالكرامة اليمنية عبر هذا التفويض المفتوح الذي لا يخضع للمساءلة، والذي لم يحصن بالقدر الكافي من المواقف الشجاعة من قبل سلطة شرعية افترض أنها تذود عن السيادة اليمنية وتحفظ لهذا الشعب اليمني كرامته. عندما سلمت الأرض اليمنية والأجواء اليمنية لهذا التحالف يعبث بها كيفما يشاء، قام بترتيبات خطيرة، أوجد أدواته على الأرض، وجه معظم الأسلحة التي تدخل اليمن لسبب واضح وهو دعم السلطة الشرعية، حول هذه الأسلحة إلى سبب من أسباب إذلال السلطة الشرعية وتحجيم دورها وتجريف نفوذها. نعم. بهذه الأسلحة هذه بدل أن تذهب إلى الجيش الوطني الذي يفترض أن يدحر الانقلاب، هذه الأسلحة تحولت إلى خنجر في خاصرة الشعب اليمني والدولة اليمنية. نعم. إذا اسمح لنا أن ينضم معنا أيضا المحلل السياسي محمد القبيبان من الرياض. مساء الخير أستاذ محمد، ورمضان كريم وكل عام وأنتم بخير. أهلا وسهلا، كل عام وأنتم بخير وعلى ضيوفك الكرام وشهر مبارك. أهلا بك سيادة اللواء. بين فترة وأخرى ترتفع أصوات مسؤولين يمنيين يحذرون من ممارسات التحالف غير الطبيعية في اليمن، ربما آخرها تصريحات الوزير الميسري الذي تحدث عن الاختلالات بين أو في العلاقة بين التحالف والشرعية، وكذلك تصريحات وزير النقل الجبواني. كيف تابعت ذلك؟ والله بالحقيقة أنا أشوف أنه هذه التصريحات يعني للأمانة أنا ما ودي أقول أنه نوعا من الاستهلاكية، ولكني أعتقد أنه هذه التصريحات يجب أن تقنن وتوضع في مسودة. الآن هنالك برلمان، هنالك حكومة شرعية. أي نعم السيد الجبواني أنا تابعت حديثه على البي بي سي، وبصراحة كان في توضيح أكثر. أنا كنت أتمنى أختاسي أنك يعني ذهبت عميقا في لقاء السيد الجبواني وليس على المكالمة التي هي من قبل قليل، ولكن كان حديث السيد الجبواني يتحدث على أن هنالك مخاطر عديدة فيما يخص الوضع السياسي في المناطق الجنوبية. يعني هو بلسانه يتحدث عندما سألته المحاورة قال والله أنا أفضل أننا نكون نحن يعني في هذا الوضع أكثر يعني أمنا، بدلا أن ينفلت الوضع الأمني وكل يريد ان يتسابق الى السلطه. فانا برايي الشخصي ان هذا هو لب الاحداث، ولماذا تحدث هذه وليس ضغوطات او بمعنى اصح ليس يعني انا اختلف تماما مع الاخ ياسين التميمي
في طرحه بأن هنالك إذلال، بأن هنالك يعني معاملة غير سوية، بأن هنالك يعني أجندة خفية. يعني يا أستاذ ياسين، أنا أعتقد أنه هذا طرح، مع احترامي لك وتقديري لك، وأنا من الناس اللي طرحتني وياك كذا مرة، أنا أعتقد أنه في هذا التصاريح مبالغة أكثر مما هي واقعية. إذن كيف تفسر ما يحدث يعني من وجهة نظرك؟ يا أستاذ آسف، تفضل تفضل. أنا أتكلم معك بس لأنه الموضوع جد حساس وموضوع مهم. يعني أنا كان برأيي فعلا نقطة الضالع ونقطة البيضة هي نقطة جد حساسة ومهمة. يعني هذا موقف لا نقبله أبدا نحن في دول التحالف، بأن يكون هنالك تمدد للحوثي في المناطق تقريبا شمال المناطق الجنوبية. هذا لا. شيء غير مرغوب أبدا، ولا يجب أن يتم، ولا بالعكس يجب أن يحاسب. وأنتم استضفتم العديد من الضيوف تحدثوا عن هذا السبب. هذه هي النقطة الرئيسية. النقاط الأخرى التي يتحدث عنها الضيف الكريم ويتحدث على هنالك أجندة، وهنالك الإمارات تحاول أن يعني تنظر إلى أن المنطقة تصبح تحت سيطرتها. حتى رد السيد عبد الخالق، يعني أنا لا أؤيد ما يذكره، يعني ليس بالصورة كما بدأت عاصفة الحزم. يعني الآن نحن في مرحلة جد خطيرة. الموقف السياسي الدولي المجتمعي متهالك، كل يوم والثاني ينط عندنا مارتن جريفيث لا يعي ماذا يريد. الحكومة أعطت فرصة، نتكلم عن الحكومة الشرعية بما فيه الكفاية، يعني فرض آليات واتفاقيات السويد، ولكن هنالك مماطلة من المجتمع الدولي، تضارب في الأفكار. مارتن جريفيث نفسه يتكلم ويتحدث على أنه الحوثي قبل فترة مع الشرعية ومع التحالف يتجهان وعلى بعد مسافة واحدة. الآن قبل بعدها فترة تحدث وقال أنه الحوثي يعني لم يلتزم. هذا تضارب في يعني أرجو من حضرتك وبرنامجك متابع وقناتكم متابعة أن توضع الصورة. نعم، إذا اسمح لي ضع لنا الصورة أنت سيادة اللواء إذا سمحت لي. نعم، تركت لك فرصة كاملة يعني، ولكن أنا الميؤوسة منها. أنا أود منك أن توضح لنا الصورة. نعم، وضح لي الصورة. أنا مواطن بسيط أتابع ما يحدث، حجور تسقط والتحالف والشرعية يتفرجون عليها، الحوثيون يتسللون إلى الضالع والبيضاء وقد وصلوا إلى الأزارق، يعني نقطة واحدة فقط تفصلهم عن عدن وسيعودون إليها مجددا في ظل هذا الصمت العجيب من التحالف ومن الشرعية. ألوية لا تتحرك وهي تابعة للجيش الوطني، ونعلم تماما أن قادتها مأمورون بأمر التحالف. يعني أنت، دعني فقط أخذ كلمة أنت قلتها بنفسك، أن الصورة لم تعد كما كانت منذ بداية عاصفة الحزم، الصورة تغيرت تماما سيادة اللواء. ما يحدث عمليا ينعكس على الشارع اليمني وعلى المواطنين بأن التحالف لم يعد معنا، على العكس. يعني ما يحدث الآن نجد أنه فعلا هناك أجندة غير مفهومة. هل وضحت لنا أنت الصورة؟ أنا ما أعتقد أن هنالك أجندة، هنالك عدم تقييم للموقف بشكل عام، سواء الموقف السياسي أو حتى الموقف العسكري. النقطة اللي تهمني أنا يعني العمليات العسكرية، أو خلينا نقول لك عاصفة الحزم أقيمت لإعادة الشرعية أو نفذت لإعادة الشرعية، استشهد العديد سواء من قوات التحالف أو حتى من الأشقاء اليمنيين، وكنا نطمح إلى أنه فقط نقطة أو حجر الزاوية هي الحديدة هي التي يجب أن يعني أو توقفت عندها العمليات، ما لا يجب أن تذهب أبعد من ذلك. أي نعم عندنا مشكلة في مأرب وتحدثنا عن المناطق الشمالية، لماذا متوقفة هنالك العمليات العسكرية؟ وأجاب بذلك معالي وزير الدفاع بهذا الموضوع، ونأتي إلى منطقة صعدة ونجد أن هنالك عمليات عسكرية منتابة. هنالك تباين، وأنا معك في أن هنالك تباين كبير في العمليات العسكرية. لا يجب أن نحمل الحكومة أو دول التحالف أكثر مما لا تحمل. أنا لو أنا مكان دول التحالف لأفعل ما فعله جميعا فيما يخص المناطق الأمنية. يعني قبل فترة دخلت معكم في البرنامج وكان هنالك نقاش على موضوع، أو لقاء السيدة أعتقد أنه عيدروس الزبيدي على البي بي سي. أنا لا أوافق كثيرا فيما يتحدث لأنه الآن الوضع السياسي يعني غير مرتبك أو بمعنى غير واضح، وهنا
كلامه جميل ندعم الشرعية، كلامه جميل ندعم فخامة الرئيس، ولكن نرى أحداث هي ليست وقتها. هذا شأن داخلي ليس الآن الحالي له. الأخ ياسين التميمي يريد أن يؤجج الموضوع ويعتقد بأنه يظهر على قناة الجزيرة، وأنا أحترم حتى لو يطلع على أي قناة ويضع رأيه، هذا محترم لدى الجميع ويجب أن ينظر له، ولكن ليست هكذا الصورة. يعني تعال خذ من الجانب الإيجابي يا أخي، هنالك أشياء كثيرة يجب أن تتحدث عنها ورفع المعنوية. نحن أمام خطر، هذه البوارج تأتي إلى مضيق هرمز، الحالة الآن متأزمة في الخليج العربي، هنالك فعلا يعني تهديد واضح للدولة الراعية لهذه المسألة بأكملها إيران. أن يجب أن يتجه التيار في هذا الجمال في هذا الخصوص. نعم، إذن اسمح لي أترك المجال للأستاذ ياسين حتى يعلق. نعم فقط يعني استمعت لحديث اللواء القبيبان وأترك لك المساحة. شكرا للواء القبيبان. طبعا نحن لسنا يعني مولعين بالتحريض أو بنقل الحقائق على غير ما يبدو أو على غير ما ينبغي أن تظهر. نحن نوصف الحالة بمرارة، وكنا نتمنى بطبيعة الحال والمنطقة اليوم على وشك مواجهة عسكرية ربما شاملة. الأمر يتعلق على سبيل المثال بالسعودية. السعودية بعد 4 سنوات من الحرب كان عليها أن تحسم الموقف في اليمن. يعني أنا أعتقد من الناحية الاستراتيجية سيكون موقف السعودية العسكري ضعيف جدا إذا بقي لإيران أدوات على الساحة اليمنية تعمل بحرية كاملة ولديها إمكانيات عسكرية هائلة. ما نريد قوله هو أن الحل يعني حتى الصواريخ التي وصلت إلى الرياض وإلى العمق السعودي وهددت الأمن السعودي وأحرجت السعودية وأظهرت هذه القوة العسكرية الهائلة التي يتمتع بها التحالف في حالة توازن الرعب مع ميليشيا، هذا الأمر كان يمكن حسمه ببساطة ويعني وسهولة جدا، هو أن يسمح للجيش الوطني بالتقدم نحو صنعاء. الأمر لا أعتقد أنه لا يحتاج إلى تكاليف باهظة، تغطية جوية، قوة خط ناري يمكن الجيش الشجاع القوي جدا من الوصول إلى صنعاء واستعادة الدولة اليمنية وإنهاء كل مصادر الخوف التي يشعر. ماذا عن الضغوطات الدولية؟ كيف يمكنها؟ الضغوطات الدولية هي المساحة التي ترك فيها للأمم المتحدة أن تعبث بها كما تريد. هذا الأمر بطبيعة الحال هو يخضع للعلاقة المعقدة القائمة بين التحالف وبين الولايات المتحدة. هناك اليوم مواقف يعني علت بشكل قوي جدا في العواصم الغربية ضد الحرب. هروب السعودية والإمارات من مسألة من الضغوط دفعها إلى إعطاء مساحة كبيرة لجريفيث لكي يلعب كما يريد. هذا الأمر كان على حساب تحريك الجبهات، كان على حساب تحقيق الأهداف الحاسمة على المستوى العسكري في الحديدة وفي غيرها. من هذا الأمر أضعف بشكل عام موقف التحالف وموقف السلطة الشرعية وبدد المكاسب الاستراتيجية التي تم إحرازها خلال الفترة الماضية. لكن عندما السيد القبيبان يقول أنه المسألة شأن داخلي، عندما يتعلق بتحركات العيدروس التي تتم تحت مظلة الإمارات وهذه تحركات تهدف إلى إيذاء الدولة اليمنية وترفع شعارات واضحة الهدف منها أنها تقسيم اليمن وتشطير اليمن، وهي أهداف على الأقل تتناقض مع مهمة التحالف الذي جاء لاستعادة الدولة اليمنية. أنت اليوم توفر له السلاح وتوفر له الجيش وتوفر له التغطية المالية وتوفر له الطائرات الخاصة وتوفر له جوازات السفر التي تتح له الانتقال إلى أنحاء العالم لكي يعرض قضية غير عادلة، قضية أنا أعتقد أنها تمس يعني الثوابت الأساسية للشعب اليمني. ثم تقول أنه شأن داخلي. أنت تقيدني كسلطة شرعية وتقيدني كقوة سياسية مؤيدة للسلطة الشرعية وتقول لي أن هذا شأن داخلي. هذا نعم، أمر غير منطقي ياسين. نعم أنقل الحديث لك سيادة اللواء، خاصة فيما يتعلق بالتحرك الإماراتي وكونه مظلة للانتقال وداعمة كبرى، وأيضا التحرك يعني بين قوسين المشبوه لقوات السعودية في المهرة وتكدس الأسلحة هناك، بينما تترك مناطق لتتساقط تباعا أمام الحوثي دون أي دعم. سيدتي، هذه 3 نقاط رئيسية. نعم. خليني أرد على ما أعتقد أن هناك إجحاف ويعني حتى غير واقعية. لما تتكلمين تقولين على التحركات مشبوهة في المناطق الشرقية، يعني والله تحركات مشبوهة، إنشاء مطارات، إنشاء جامعات، إعادة خطوط التاب لاينز أو بمعنى صح. هل تحتاج كل ذلك؟ هل يحتاج للقوة العسكرية الموجودة؟ لا تقاطعين. نعم تفضل. أرجوك يا سيدة آسي الله يرحمك. تفضل تفضل. لا تقاطعين لأن الصوت يتردد ولا يكون هنالك يعني وضوح. هذه نقطة. النقطة الأخرى، الإمارات عندما تقوم بإعادة فتح الجامعات
وإعادة المطار وإعادة طبع العملة وإعادة نقل المركز ودعمه بما تم دعمه من أموال مليارات. لا أؤمن بهذا الشيء، هذا واجب على دول الحالب أن تقف مع اليمن. ولكن عندما تقولين هذه الأمور مشبوهة، أجل وش اللي غير مشبوه؟ هذا إجحاف، وهذا أنا أعتقد أنه نقاش بيزنطي أو فكر بيزنطي. هذه النقطة. فيما يخص العمليات العسكرية، نعم يجب أن نتوقف هنا ونتحدث عن العمليات العسكرية خاصة في منطقة البيضة ومنطقة والمناطق الأخرى التي تحرك لها الحوثي حتى الحجور. لا، هنالك عمليات عسكرية تم دعم التحالف أو قام التحالف بدعم عمليات جوية، وتم تطهير هذه المناطق، وتم إعادة تحريرها، وتم إعادة التموضع العسكري. ولكني أنا أعتقد أنكم تغفلون النظر عن هذه الأمور وتنظرون إلى ما يؤجج الموضوع، وهذا يعني هذا بصراحة أنا لا أحب أن أدخل في النوايا. لكن لنا الظاهر ما تتحدثون عنه هو مجرد كلام إنشائي، الواقع يحكي غير ذلك. الواقع يحكي أن السيد الجبواني بنفسه تحدث وقال بأنه ما تقوم به الإمارات بوضع أحزمة للأمنية، بدعم عملية، بدعم جماعات للحفاظ على الأمن، هو قال هذا بلسانه بأن هذا أهون من أن ينفك الوضع السياسي داخلا في الجنوب ونصبح في عدد أو في متاهات نحن في غنى عنها. يجب قراءته استراتيجيا، لا يجب أن ننزل إلى الموضوع التكتيكي. هنالك معروف أنه يا أخي العزيز الفاضل هنالك أخفاقات، وهذه الحرب لا بد أن يكون هنالك يعني عدد تقييم الموقف. السؤال اللي يمكن يجب أن يطرح، 100,000 جندي ماذا يفعلون في مأرب؟ إلى الآن لماذا توقفت عملية الحديدة؟ السؤال هذا يطرح لكم سيادة اللواء، هذا السؤال يطرح لكم القادة في كل مرة. اسمح لي عند هذه النقطة سيادة اللواء. معلش تركت لكم الأسطوانات إنه الإصلاح والجيش اليمني الذي لا يعرف أن يقاتل. أستاذ ياسين يعني يظهر معنا قادة عسكريون دائما وأبدا يتحدثون أن الأوامر تأتي من التحالف سيادة اللواء، لا يستطيع أي قائد لواء أن يتحرك إلا بإذن التحالف وهذا معروف. ثم حين تحدثني عن الجامعات والمطارات وكأنك تحدثني عن بلد لا أعرفها، أخي أهلي يأتون يعيشون هناك وينقلون لنا الواقع الذي تتحدث عنه. للأمانة لا أجد من يتحدث بكلام إنشائي إلا أنت مع احترامي لك. يعني تحدثني عن أي جامعات وأي مطارات وأي مدارس تطلى بأطلية ويوضع عليها علم الإمارات وصورة بن زايد. هناك طمس للهوية اليمنية سيادة اللواء، هناك إجبار حقيقي لليمنيين أن وتعنت غير عادي. يعني أنا أستغرب، يعني تضحكون على الناس بشوية مدارس تفتح أو أطلية هنا وهناك وتقولون بأن التحالف يؤمن المنطقة. ما يحدث في المهرة مجرد في المطار إلا قاعدة عسكرية أنشئت هناك وسجن يزج به أبناء المهرة إلى هناك. ما الذي يحدث في سجن بير أحمد بالله عليك؟ الأمهات يقفن يوميا هناك وهن يتمنين رؤية أبنائهم أو تقديمهم لمحاكمة عادلة، ولكن الانتقالي المدعوم من الإمارات يرفض ذلك. عن ماذا تتحدث بالضبط؟ أتحدث عن ما تتحدث عنها الأرض والميدان. الأرض والميدان يتحدثون عن سجون سرية. نعم. طيب أصبر، أنت سألت السؤال طال عمرك، خليني أجاوب. الله يرضى عليك وكل عام وأنت بخير. أنا أتكلم على كان هنالك جماعات من دعم، كانت هنالك القاعدة تسرح وتمرح، كانت هنالك الأحزمة التفجيرية والعمليات الانتحارية بكثرة. ألا يحسب ذلك إلى التحالف يا سيدة آسيا؟ هذا أولا. ألا يحسب لذلك بأن هذه الجامعات وإعادة الدراسة، قد تتحدثين لي على مطار وصول عدد رحلات، أي نعم هنالك قد يكون إخفاق، ولكن تخيلي أحدث طائرات يحدث لها حادث طائرة أو يحدث أي حدث في 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 موصولة إلى المطار أو إقلاعها من المطار، لأن صيانة الطائرات هي ليست صيانة ميكروفون يسمح الهبوط وغيره، لا. وماذا سيحدث لو حدث أي مثل هذا النوع؟ لذلك هي مواضيع حساسة فيما يخص نقل اليمنيين ومن وإلى وإعطاء الفرص للخطوط الطيران. أنا أعتقد أنه أنتم فعلا تجحفون في الموضوع وتركزون على أمور تبالغون فيها.
قد يكون هنالك اختلافات. انا اقول لك قد يكون هنالك وهذا ما نناقشه سياده اللواء، يعني في نهايه الامر نحن اول من وقفنا مع التحالف، ونحن اول من تحدثنا عن عن عن, عن ما يقوم به التحالف بدايه. نعم، لم يعد لدي المزيد من الوقت للاسف الشديد. نعم، في اقل من دقيقه لو سمحت. انا بتتكلم على لو ارادت قوات التحالف بان تستخدم القوه الناريه الفعليه لاحرقت الحوثي في اعلى جحور صعده وفي بطن اوديه اليمن، ولكن هنالك الحرب الاخلاقيه والتي جميعنا شاهدنا ماذا تفعل المنظمات الحقوقيه عندما تطلق طلقه واحده وتقوم الدنيا ولا تقعد، وعندما يقوم الحوثي بهذه العمليات الاجراميه والله ما غطيت فيها انت يا سيده اسيا، ولا حتى تتكلمين على مواقعهم الاجراميه، ولا حتى تقومين على ما فعلوه بالنساء في اليمن. ارجو ان يكون هنالك حياديه في طرح مثل هذه المواضيع بصوره عامه. انا لا اتفق مع ما ذكر السيد تميمي، ولا اتفق مع ما ذكرتي حضرتك، واشكر انك اعطيتيني الفرصه. نعم، اذا شكرا جزيلا لك اللواء محمد القبيبان على وجودك معنا وعلى استجابتك للظهور معنا مرة أخرى. اللواء محمد القبيبان المحلل السياسي كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. للأسف الشديد أستاذ ياسين لم يعد لدي المزيد من الوقت، شكرا جزيلا لوجودك معنا المحلل السياسي ياسين التميمي، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، الآن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.